انت هتتجوز سميه؟ وما عنديش اي نيه ان احنا نتطلق او ننفصل، والموضوع كله في ايديكي. عايزه تعيشي معايا؟ طبعا اهلا وسهلا، ده يشرفني. عايزانا نتطلق؟ طبعا لازم تطلقي. انت متخيل ان انا ممكن اعيش معاك وانت متجوز على السكوحه دي؟ ده قرارك النهائي يا نوى؟ قبل ما تسمع قراري لازم تعرف ان انت مش واخدني من الشارع. انت عارف كويس قوي انا بنت مين. نوى بلا نوى بلا كلام فارغ. من هنا ورايح مفيش اي كلام بيني وبينك، الكلام هيبقى مع اهلي واهلك. نوى ده موضوع يخصنا انا وانتي. لا يا خالد، لازم الناس كلها تعرف مين اللي خان العشره، مين اللي فضل عليا السكوحه دي، مين اللي جرح وخان. اظن اخوك كمان لازم يعرف بالقرار ده. اهدي يا نهى، وكل حاجه ممكن تتحل بالعقل. عقل؟ اخوك عايز يتجوز عليا رقاصه وتقول لي عقل؟ اهدي يا نهى، انا ومراد هنكلمه وان شاء الله نقدر نقنعه. انا بنت قايله يا ندى، انا كرامتي ما تسمحليش ان انا اقعد هنا دقيقه واحده بعد اللي حصل ده. يا نهى يا نهى، انت كده هتدي فرصه لسمية انها تنتصر عليك. وايه دي عشان تنتصر ولا ما تنتصرش؟ تشبع بيه. يا نهى امسكي اعصابك، ده جوزك ودي حياتك ولازم تدافعي عنهم اكتر من كده. انا مجروحه قوي يا ندى، مجروحه، وجوزي عايز يتجوز عليا واحده ما شغلاش عندي خدامه. يعني انت يا نهى لما تسيبي البيت هتاخدي حقك، اعتبارك هيرجع لما خالد ينسى الست دي خالص ويرجع لك ندمان. خالد هو اللي باع يا مراد، خالد هو اللي خان وبقى العشره والعيش والمال. انا ماليش اي ذنب عشان ما خلفتش، انا ما عملتلوش اي حاجه عشان يعمل فيا كل ده. وحتى لو عايز يتجوز يتجوز دي. احنا مقدرين ظروفك وعشان كده هنتكلم مع خالد، بس انتي ما تسيبيش البيت. لا يا ندى لا، انتوا ما تردوليش الاهانه دي، انا لازم امشي دلوقتي حالا من البيت ده. بس قبل ما امشي طنط رقيفه لازم تعرف كل حاجه. عاجبك اللي انت عملته ده يا خالد؟ اهي مراتك عامله حريقه في البيت وزمانها مع ماما دلوقتي بتبلغها بقرارك. في الاخر هتتقبل الوضع اذا كان هي او ماما، وهتشوف. هشوف ايه؟ هشوف ايه؟ ماما لما تشوفني سعيد مع سميه وتشوف احفادها حواليها وبيتنططوا كده هتقدر كويس قوي انا بعمل ايه. خالد القرار اللي انت واخده ده غلط وهتندم عليه، وانا بقول لك اهو. سيبني مع اخوك. حاضر يا ماما. الكلام اللي بتقوله مراتك صح؟ عايز تتجوز البنت بتاعت الكباريهات دي؟ هي دي الانسان اللي هبقى سعيد معاها يا ماما. انسى الموضوع ده خالص وشيله من دماغك نهائيا. للاسف يا ماما انا خلاص خدت قرار. وده مش هيحصل يا خالد. ابني انا يتجوز واحده زي دي؟ انا مش عيل صغير يا ماما، وعارف كويس قوي انا بعمل ايه. للاسف تصرفاتك دي ما يعملهاش حتى ولا عيل صغير. يا امي من حق اتجوز ويبقى عندي عيال. طبعا يا حبيبي من حقك، بس مش دي. دي ما تليقش بيك ولا باسمك ولا بمركزنا. بحبها، بحبها وهتجوزها. طيب والله عاد، لكن قول لي بقى ان شاء الله لما تتجوزها هتجيبها تعيش معايا هنا في الفيلا؟ لا، ما انا هاخد شقه وهفرشها. ده انت مرتب كل حاجه، الشقه والعروسه. بس انا بقول لك بقى يا خالد، الكلام ده مش هيحصل. اتفضل روح اعتذر لمراتك وقول لها انك شلت الموضوع ده من دماغك خالص، وبطل بقى التصرفات المشينة بتاعتك دي. انا خدت خطوة يا امي ومش ممكن ارجع فيها. يا ابني يا ابني فكر، انت لو فعلا اتجوزت البنت دي هتبقى بتدمر حياتك بايدك. بس اعرفيها، صدقيني لو عرفتيها هتعرف انها انسانة كويسة قوي. اعرف مين؟ انت متخيل ان انا ممكن اعاشرها او حتى اعرفها؟ ارجوكي يا امي، ارجوكي من غير اهانات. حاضر يا سيدي من غير اهانات، بس انا بقى هقول لك كلمه واحده يا خالد وانت حر بعد كده. لو صممت فعلا واتجوزت البنت دي انا هتبرى منك، لا انت ابني ولا عايز اعرفك.
تعالي يا زهرة خدي الولاد يلعبوا بره. يلا يا حبايبي يلا نكمل لعب بره. يلا يلا على مهلك. يلا عملتي ايه؟ انا مفيش فايده، مصره تسيب الفيلا وعماله بتلم في هدومها. معقوله؟ معقوله اللي بيعمله خالد ده؟ تعالى نتكلم معايا يا مراد، احتمال نقدر نقنعها. الكلام مع نهى مش هينفع دلوقتي، هي منفعله والمسائل ممكن تتطور، مش عايزين نفرج الشغالين علينا. هي تمشي دلوقتي احسن ما يحصل مواجهات، وبرضه الجو يبقى اهدى، ومين عارف يمكن نقدر نقنع خالد ان هو يرجع عن اللي في دماغه. أنا ماشي يا خالد. آخر مرة بقول لك أرجوكي فكري بعقلك من غير تسرع. بلاش الفضايح دي. الفضايح دي أنت اللي بتعملها. وما تلومش فيها غير نفسك. للمرة المية بقول لك أنا متمسك بيكي. واضح. بدليل إنك عايز تتجوز عليا واحدة بتاعت كباريهات. يا نهى. كلام ما بقاش منه فايدة. بابا هيتصل بيك عشان يحدد معاك كل إجراءات الطلاق. على فكرة أنا عايزة كل حقوقي كاملة، مش هتنازل عن أي حاجة تاني. مبروك يا عريس. علا إيه المفاجأة الجميلة دي؟ متشكرة قوي يا دكتور. اتفضلي اتفضلي يا علا. أنا مش هعطلك كتير، أنا عارفة قد إيه أنت مشغول. أنا بس حبيت أبارك لك على رجوع سارة. الله يبارك فيك يا علا، طول عمرك إنسانة حساسة وذوق. متشكرة قوي على المجاملة دي. ويا ترى سارة عاملة إيه دلوقتي؟ هي كويسة، إحنا بس بنحاول نشيل الآثار السيئة اللي حصلت لها في الفترة اللي هربت فيها. ربنا يوفقك يا دكتور. الحقيقة أنت بتتعب مع سارة دي كتير قوي. ده واجبي يا دكتورة. طب وواجبك ناحيتي أنا يا دكتور؟ هو أنا برضو مش خطيبتك؟ خطيبتك اللي انت وعدتها اكتر من مره انك هتتمم جوازنا، واخرها لما طلبت مني مهله لحد ما تلاقي ساره، والحمد لله اديك لقيتها. يعني كده خلاص يا دكتور، المهله انتهت، والمطلوب منك دلوقتي حالا ميعاد نهائي لتحديد كتب الكتاب. اقول انا مش عارف اقول لك ايه، يعني أنا لسه محتاج وقت. وأنا آسفة جدا يا دكتور. أنا مش همشي من هنا غير لما تحدد ميعاد نهائي لكتب الكتاب. يا علا أو بمعنى أدق، أنا جاية النهاردة أخيرك بيني وبين سارة. ياه، أنت كمان بتفكر تختارني أنا ولا هي؟ من فضلك يا دكتور مش عايزة أستنى أكتر من كده. علا أنا هتكلم معاك بمنتهى الصراحة. وانا مش عايزه غير صراحتك دي. اعتقد علا ان احنا مش هنقدر نسعد بعض، انا وانتي في اختلافات كتير بينا، اختلافات مش هتخلينا نقدر نعيش حياه زوجيه سعيده. وساره بقى هي اللي هتقدر تساعدك يا دكتور؟ ساره ملهاش علاقه بجوازنا يا علا. ساره هي اللي خليتك تقولي الكلام ده دلوقتي يا دكتور، لانك بتحبها. علا ارجوك. انت بتحب ساره يا دكتور حسن، وانا كنت عارفه كده من الاول، بس كنت بحاول اوهم نفسي ان ده وهم عايشاه في دماغي وبس، لكن هي دي الحقيقه. بس انت بقى مش عايز تعترف بيها. عموما انا متشكره قوي، متشكره على كل العذاب والمهانه اللي انت سببتها لي، متشكره على سمعتي اللي انت دمرتها، متشكره لانك عملت مني موضوع للسخريه في وسط اهلي حتى كمان في شغلي. علا مش بايدي انا. انا بقى اللي مش عايز اسمع منك اي حاجه. أنا همشي يا دكتور، بس مش هقدر أتمنى لك التوفيق، لأنك تبعتني من غير سكينة، دمرت مستقبلي وحياتي، لعبت بمشاعري وبعواطفي. أنا همشي يا دكتور حسن، بس يا رب يجي اليوم اللي تلاقي فيه راحة ضميرك على كل اللي أنت عملته. انا كنت عايزه اقول لك على حاجه، انا بعترف انك دكتور عبقري وعظيم لانك قدرت تعالج واحده، لكن للاسف يا دكتور
دمرت واحدة تانية.